السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين القناة. طيب حلقة النهاردة احنا بنتكلم على موضوع اتكلمنا فيه قبل كده في فيديو على القناة، واتمنى ان اشوف دعمكم ليا في الفيديو دوت بان انتوا توصلوا الفيديو دوت لعدد لايكات محترم، يعني كل اللي يخش يشوف الفيديو ياريت يعمل لايك، ويلا بينا علشان نشوف الموقع. هسيب لكم الرابط بتاع الموقع دوت في الديسكريبشن. الموقع ده بيقدم او بيعمل ترانسكرايب للصوت وللفيديو، وبيخرجه لك نص سهل ان انت تستخدمه. طيب جودة النص اللي بيطلع ده ايه؟ اعتقد ان هو جودة عالية جدا بالتجربة، تمام، وهو بيدعم اكتر من 100 لغة، وبيسبورت الام بي 3 والام بي 4، وهو في عدد لا نهائي من الترانسكريبشن اقدر اعمله فور فري يا جماعة. انا هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اروح كده واروح على ديسكتوب الفايل ده واقول له اوبن. الفايل دوت اللانجوج اللي انا بستعمله فيها هو عربي، وهعلم هنا واقول له I am a human، وبعدين اقول له start transcribing، وهسيبه يعمل ابلود للفويس اللي انا عملته دوت. طبعا هو على حسب اللود، على حسب الكونكشن، على حسب حاجات كتير قوي بتقدر ان انت تستنى او يعني ياخد الوقت بتاعه. ياريت بس ما تنسوش ان انتوا تنزلوا تشتركوا في القناة وتدعمونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، في زرار احمر تحت كده في القناة ممكن تدوس عليه سبسكرايب، تمام، بحيث ان يبقى وصلك كل تنبيهات القناة من فيديوهات اللي هتنزل فيها ان شاء الله. خلص ولا لسه؟ اهو خلص، تمام. هو ما بياخدش وقت طويل، يعني من دقيقة لخمس دقائق بالكتير قوي. الاوديو ممكن اقول ان هو طلع بنسبة 90%، ما كانش ب 95 يعني بالنسبة لي انا. يعني شوية تظبيطات كده في قائمة موديفاي هنا اختفت، ما لحقش ان هو يحطها، ففي حاجات كده يعني ايه تقدر ان انت تعدلها، يعني ممكن تعمل داونلود كده. طيب خلينا ننزل SRT، ادينا نزلنا الملف اهو، ونفتحه كده على السبتايتل اديت. افتح ملف كده وليكن على الديسكتوب، لا مش على الديسكتوب، مش هيرد على الديسكتوب، تمام. انا اجي هنا عند متابعين القناه وابتدي اعمل سطر جديد اهو، بس هو بسم الله ما شاء الله جايب يعني التكست، هو جايب اوبجكت معين، يعني ممكن ان احنا بس نغير حاجات زي كده. ده لو انت عايز تشوف ازاي تقدر تتعامل مع السبتايتل اديت، وان انت ازاي تظبط الحاجات دي بحيث انها تظهر مظبوطه، فانت ممكن تتابع الفيديو بتاع working with subtitle edit، هتلاقيه على القناه في هاو تو، وده اللينك بتاعه هتلاقيه نازل فوق دلوقتي. هو انا بصراحة شايف ان الموقع يعني شغل السبتايتل في الفيديو مش هيبقى كتير، هتقسم وهتعدل حاجات بسيطة، يعني ممكن ياخد منك مثلا نص ساعة، ساعة الا ربع، او عايز تستخدم حاجة تانية وتقول له ترانسكريبت انذر فايل، تقول له ترانسكريبت انذر فايل، لان انت كده خلاص انت ما بتقدرش ان انت ترجع للفايل اللي انت عملته قبل كده، تمام. اتمنى ان يكون فيديو النهارده عجبكم، تنسوناش بالدعاء، تنسوناش بالاشتراك والدعم، دونا لايك على الفيديو لو عجبكم، ما تنسوش لو انتوا اول مره تزورونا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير الحلقه الجايه.